اليوم عنا نهار كتير سبيسيال، ليل سبيسيال بقلب الحفلة بالموال. زاروني شخصين يعني ما صدقت انه اجوا لهون. معنا مطربين مشهورين كتير، مطرب لبناني ومطرب سوري. معنا شاكر عقيقي عقيقي وميشيل طحان. هلا بدنا نعرف شوي عن حياتهم الخاصة. اليوم ما رح نسمع صوتهم لأنه صوتهم معروف وسامعين. بدنا نعمل مقابلة معهم. أول شيء بدي أحكي مين بتحبوا، بلش بمين؟ بلشي بميشيل. أهلا وسهلا ميشيل، على اسم خيي ميشيل. ميشيل أنا بحبك. الله يخليك. خبرنا يا ميشيل عن وجودك بالبرازيل، قديش لك، وين إقامتك برات بلادك؟ والله كنت رجعت لفنزويلا، كنت البرازيل، رجعت لفنزويلا وبعدين رحت على سوريا ولبنان، رجعت لفنزويلا مرة ثانية ورجعت لهون على البرازيل. صار لي 4 أشهر هون. وإن شاء الله يعني إن شاء الله مبسوط بالبرازيل، عجبك، كيف هالحفلات؟ بوجودكم، وجودكم كله بيكون حلو. الحمد لله يا رب العالمين إنه من 6 سنين ربينا اسم بهالبلد والحمد لله كله ماشي. بحب اعرف شوي عن حياتك الخاصه كمطرب. انت بلشت بالغنى بسوريا. بسوريا. مين شجعك على الغنى؟ هي الحقيقه مشان تشجيع الغنى، تشجيع الغنى هو بي قبل مني. ايوه بي قبل مني، ونحن تابعنا التقاليد، ومن عدم تابعنا التقاليد احنا الحمد لله العيلة تبعتنا كلها موسيقية ومطربين. يعني نحن تابعنا بي الله يسلمه خير، اللي هو استاذ الكل، وبعدين مشينا على نفس الروتين. والله صوتك حلو كثير. الله يخليك. يعني سلاطين الطرب بسوريا. معلومة. دخل عنه الإسرائيلي وكذا وهيك. بحلب كلنا أصحاب. عندكم مواويل كثير حلوة. وقايد. وقايد حلوة. ودود وكل شيء. هو إجمالا المطرب الحلبي وقت بيطلع من حلب بيكون مثل ما بيقولوا عنا بالحلبة مثل طاسة الشام. لما جيتيها بترن لازم نغني كل شيء، لازم نغني حديث وتقيل وطربي ودبكة وكل شيء كل شيء. هلا نوع الغنى اللي بتغنيه شو هو أكثر شيء؟ بهالبلد كل شيء بنغني. كل شيء بتغني. كل شيء بتغني. الدبكة، وفي جماعات بيسمعوا بعض كلاسيك طربي، في جماعات بعض بيحبوا الحديث. يعني عم نحاول بكل الحفلات ننوع ونشكل عشان يكون في تشكيل بكل شيء. عندك شي فكره ترجع على سوريا ولا تكمل حياتك؟ لا لحد الان هون يعني على سوريا بروح بعمل 4 أو 5 حفلات وبرجع، يعني مثل ما بيقولوا شمت هوا. هلا انت الوحيد متقرب بالعيله. بالعيله ايه. وشرقك ومصعب الموال بجنن، هو واصحابه بجنن. وايمتى رح تغني هون؟ والله امتى ما بيأمر صاحب المحل انا موجود جاهز. انت بتعمل حفلات كبيره. الله يخليكي، نحن عنا في عنا حفلات صغيره بتسوى 700 كبيره. تسلم تسلم. الله يخليكي. هلا بدنا نحكي شوي مع الحب الحلو. استاذ شاكر. استاذ شاكر عايش. هالقميص العربي هيدا من لبنان. هذا باكستاني. في واحد ثاني عندي هي باكستاني. هذا ثاني. شاكر بتقول لك كثير لا ليك انت من زحلة. زحلاوي. عيني على عرق زحلة. يا سلام. ما زحلة مش تبقى يعني الله الله. هذا منيح تحطه منيح يومين. كثير برد هلا مش بس لما جيت على البرازيل بلبنان ما كنت بتغني بالحرب. ايه بالحرب بس الحمام عطيك. شو اخبار الحفلات عندك؟ عم تطلع برازيل؟ عم بطلع برازيل بلبنان من شي شهرين، من حضار ونسيان. بعدها شوي بيعمل مانسو ابريم. ايه حضار ونسيان مضبوط. هلا في حفلات كثير. شو ايمتى رح تعمل حفله كمان هون؟ عندي بكره حفله
عندي عرب سندي لابرون. هلا اكون هون؟ عنا هون بس كون. احنا عندنا هلا بس كون. انا بسجلك انا بكتب لعبة كلمة. لا بس كون هلا بنعمل حفلة. خلص انا بنركبها. شو طب منا شو مين عندك بالعيلة كمان هيك؟ ما حدا حرام مضروب بلا حيل يطلع لوحدي. الله هو شو رايك بمطعم الموال؟ مطعم موال اسمه موسيقي. خلينا اسمه موسيقي اسمه رنين على الحل. يعني يا اهلا وسهلا فيكم، نحن بنحب نحكي اكثر ونشوفكم اكثر. هيدا في بسيط على الحفل اللي بدهم يعملوها هون، بتتسجل وتروح على اليوتيوب ان شاء الله. واهلا وسهلا فيكم، الشرف لنا. الله يطول عمرك ويخليكي، ونحن جاهزين لهالجاله الحلوه، ولكل انسان بيشارك بالفيسبوك واللي عم بيشوفنا نحن جاهزين. واهلا وسهلا فيكم، ونحن مطربين خدامين لكم. يعني هلا نحن اذا طلبنا الكبير هيك على الكبير ايه على الكبير ايه عم تصير لك يعني يلا يا شاكر يلا حبيبي يلا. بس شيء بسيط، نحن هلا بالانترفال تبع حفل الموال عم نستفيد من هالانترفال وانه نحكي معكم. انا بتعتذر. يلا خلاص بس اوكي اوكي يلا بين الكاميرا زي حبيبي يلا.